بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. من هذا المكان من أمام مسجد عمر مكرم بندعو جموع الشعب المصري للحضور يوم الجمعة القادم 23/9/2011 إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني إحنا النهاردة جينا 16/9 أوان عشان نرفض قانون الطوارئ، وبندعو الناس إنها تيجي 23/9 علشان نتضامن مع ضحايا قانون الطوارئ، وأول هؤلاء الضحايا الشيخ أبو يحيى اللي قبض عليه ظلما وزورا بحجة إن هو متهم في قضية إمبابة، وعلى الرغم من إن شاهد الإثبات الأول والأساسي اللي هو فايز أباظة العميد مدير مباحث الجيزة اللي شاهد إن هو ما شافوش وإن هو كان مستدعوه على إنه شاهد ولكن حصل خطأ في الإجراءات، تم القبض على أبو يحيى من أمام بيته بدون محاكمة بدون تحقيق نيابة، أحيل على محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المحكمة سيئة السمعة اللي اخترعها النظام السابق علشان يمنع الحريات ويقيد الحريات، اللي هي سقطت بسقوط دستور 81 أصلا اللي أسقطته ثورة 25 يناير. ندعو جموع الشعب المصري للمجيء يوم 23/9 للتضامن مع أبو يحيى، للتضامن مع جميع سجناء الرأي، للتضامن مع كل الأسرى وكل المسجونين اللي مسجونين بسبب قانون الطوارئ. وتعالوا إن شاء الله يوم 23/9 كل الناس تيجي هنا في مسجد عمر مكرم بإذن الله تعالى.